انطلقت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. تمتد فعاليات المبادرة على مدار 100 يوم، حيث تصل إلى جميع المحافظات لتنفيذ برامج وخدمات مؤثرة وسريعة للمواطنين. في شتى أنحاء الجمهورية انطلقت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. المبادرة الرئاسية تصل لجميع محافظات الجمهورية لتنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصري بشكل سريع ومؤثر، وستستمر فعاليات المبادرة لمدة 100 يوم. فخامة السيد الرئيس كان مهتم جدا بالإنسان المصري وببناء الإنسان المصري، ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى لمبادرة بداية. المحافظة على أهبة الاستعداد لتنفيذ هذه المبادرة في كافة المجالات، مجالات الصحية، مجالات التعليم، مجالات الرياضة، مجالات التضامن الاجتماعي، مجالات التنمية البشرية بكل محاورها. هذه المبادرة تعمل إضافة، وهتعمل إضافة بالفعل لكل مجتمعنا وعلى مستوى محافظات مصر كلها، مع اعتبارها مبادرة كانت مهمة لينا في المرحلة الحالية. تبدأ المبادرة بانطلاق المبادرة النهاردة إن شاء الله، ثم متابعتها يوميا، ثم رصد جميع أعمال كل تخصص على حدة والتنسيق مع المحافظة التابعة مع الوزارة التابعة لي، وهنرسل الأنشطة بتاعتنا لسيد مجلس الوزراء كاملا يوم بيوم عن كل نشاط يتم تنفيذه. المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية عن طريق تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات الخدمية بجميع المحافظات. النهاردة احنا مشاركين في بداية بالسيارة المتنقلة للمراكز التكنولوجية، بنحاول نسهل على جميع المواطنين الخدمات بدل ما يسابوا إلى المركز بكل وحدة مدينة، نقدر نقدمهم الخدمات إسكان في طلبات تصالح، طلبات مرافق، طلبات دفع إيجارات، أي طلب يخص المحليات عموما. إحنا بنقدم مثلا 105 خدمة على مستوى المحافظة. قمنا بتدشين محاضرة بعنوان بناء إنسان يساوي بناء وطن، ومشيئة الله تعالى غدا ستقام محاضرة في محكمة بورسعيد الابتدائية بالاشتراك مع وزارة العدل تحت عنوان الإدمان ومخاطره. المبادرة الرئيسية لتنمية الشباب المصري انطلاقها اليوم من محافظة بورسعيد، يمكن من أهم محاورها النحو الرياضة والاهتمام بصحة الإنسان، وإحنا كوزارة شباب ورياضة بنهتم بالجانب الرياضي والشق الرياضي من خلال وجود 23 مركز على أرض بورسعيد بمختلف الأندية الموجودة، فرحل لهم كافة الأنشطة بالإمكانيات المركز بإمكانيات الأندية كلها. المواطنون من جانبهم أشادوا بالمبادرة الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول تنمية الإنسان وتقديم الخدمات لهم كافة. المبادرة الرئاسية تهتم كذلك بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضا على بناء الوعي وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية.